اللايك كيعاونني بزاف باش نستمر. كيفاش ننظم هذا الوقت اللي بقى؟ هذا سؤال جاني في الانستغرام، غنجاوب عليه في هذا الفيديو. وما تنساش تشترك في القناة الى باقي جديد، ونتلاقاو مرة الليلة. وقبل ما نبدا هذا الفيديو، اي واحد عنده اولى باك علمي، عنده سيزيام علمي او لا باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي غادي يسهل عليه المادة ديال الاجتماعيات وتولي ساهلة ويجيب فيها نقيطات في الفروض وفي الجهاوي. اغتنموا الفرصة في هذا العرض هذا، غيسهل عليكم المادة كاملة. اللي بغاه يتواصل مع الرقم هذا ولا الرابط اللي كاين لتحت. شوف كاين جوج ديال لي سيتياسيون في هذا الشيء. كاين اللي الوقت، يعني كيفاش ننظم الوقت اللي بقى، سواء عندك يعني الفرض الوقت قريب يعني اولا الامتحان قريب، داك الوقت ان اللي غدوز فيه قريب، داك النهار اللي غدوز فيه الفروض ولا الامتحانات اولا بعيد. غندوي على لي سيتياسيون بجوج. فإلا كان بعيد، غادي ننصحك انك تبدا في النهار غير بشي حاجه قليله. هذا التاثير تيتسمى بالكومباوند ايفيكت، يعني تاثير كيفاش نقول لك، بحال تتمشي شويه بشويه حتى كتلقى راسك وصلتي لواحد العملاق. بحال نشبهك بواحد المثال، بحال كتعرف ديك الخمله، في الاول تتكون البلاصه نقيه شويه، تتكثر تتولي واحد الخمله كبيره تتخلع. فهذا تيتسمى بالكومباوند ايفيكت، كيكون كتبدا بحوايج صغار، حركات صغيره اللي كتعطي واحد النتائج كبيره في واحد الوقت اللي طويل. يعني خاصك تكون شخصيه صباره. فكيفاش تتعامل؟ بدا غير ب 10 دقائق ديال المراجعه في النهار، يعني وبقى غادي كل سيمانه وكتزيد 5 دقائق. هذا الا كان الامتحان يعني باقي ليه واحد شويه ديال الوقت، دونك بدا بواحد شويه وانت كتطلع. هذا هو اللي كتصدق انت داير واحد الكومباوند ايفيكت اللي كينفعك وكيدير معك نتائج زوينه، وكتبقى مستمر، يعني ماشي تتحبس، تبقى مستمر وكل مره تطلع في النيفو. دونك هذا البلان بغيت نقوله في هذه اللعيبه هذه. الا كان الامتحان قريب، كنصحك انك تقاتل في الوقت، يعني شحال ما كان الوقت تقاتل فيه. دونك هذا هو اللي كنت باغي نقول في هذا الفيديو. نتلقاو في الفيديو الجاي، ما تنساوش تفولوني في الانستغرام. الى اللقاء.